دكتور أيمن غنيم الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. دكتور أيمن مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بسيارة. يعني أنا هنا عايزة أسأل حضرتك السؤال بقى اللي هيسأله المواطن، أنا عايزة حضرتك تديني تفاصيل أكثر تقترب من المواطن أكثر وتطمينات أكثر من خلال هذه الصفقة بإذن الله. والله يا فندم، هو الاقتصاد المصري الحقيقة بيكتسب ثقة يوم عن يوم، بيكتسب ثقة المؤسسات الدولية، وشفنا تصريحات مدير الصندوق النقد الدولي كانت إيجابية للغاية في قمة الحكومات اللي اتعملت في دبي بعد لقائها مع دولة رئيس الوزراء، واتكلمت على انه الاقتصاد المصري نجح في الاصلاحات الهيكلية، البنك المركزي المصري نجح في سياسة استهداف التضخم، وانه حزمة الاجراءات الاجتماعية مهمة جدا استكمال الصورة بالنسبة للإصلاحات الهيكلية المالية. النهاردة شفنا الصفقة اللي مجلس الوزراء أعلن عنها، واللي هي إن شاء الله منتظر إن هي تنشط السوق المحلي، تجيب يعني عملة صعبة أجنبية، تزود من طبعا التشغيل، تفيد المصانع. بس لازم الناس تعرف انه هذه الثقه اللي بيكتسبها الاقتصاد المصري، سواء كانت ثقه من مؤسسات الاقتصاد الدولي، من مؤسسات التمويل، من المستثمرين الاقليميين، المستثمرين الاجانب، هذه الثقه ما كانتش من فراغ الحقيقه. طبعا هذه الثقه مبنيه على عوامل كتير، اهمها هو الطفره اللي مصر حققتها في البنيه التحتيه. صحيح. لم يكن من الممكن ابدا ان انا اقدر اعمل اقتصاد انتاجي، اقتصاد بيجذب الاستثمار الاجنبي، اقتصاد تصديري، اقتصاد بيحصل فيه استثمارات بهذه الكميه وبهذه الدرجه بدون ما يعني احدث البنيه الاساسيه المصريه. احنا لازم نفهم ان احنا كنا صحيح. في اخر 2010 مصر كان تعدادها 88 مليون نسمة، في بعض التقديرات أو التقديرات الرسمية كانت بتقول 78، لكن في بعض التقديرات المؤسسات الأجنبية كانت 88. النهاردة إحنا 106 مليون نسمة، يعني زدنا 18 مليون طبعاً. في 13 سنة. ونفتكر طبعا في اخر 2010 كانت الدنيا واقفه، المواصلات واقفه، كانت البنيه طبعا. انا بتفق مع حضرتك في كل هذا الكلام، لولا المشروعات التنميه اللي مصر قدمتها خلال السنوات يعني الماضيه ووقفت البلد على رجلها، ما كانش في مستثمر ممكن يفكر فيك لو ما عندكش حتى طرق علشان يبقى الاستثمار شغال رايح جاي هيمشي فين. لكن خليني ارجع واسال حضرتك السؤال ايضا اللي الناس هتبقى بتساله بشكل كبير. الناس هتسال مثلا، طيب العوائد الدولارية لما يتم ضخها في البنك المركزي أنا كمواطن هتعود عليا بإيه؟ والله يا فندم، هو إحنا لازم نفهم إنه العوائد الدولارية دي أو عموما سعر الصرف هو يعني ناتج من العرض والطلب. العرض ده بيجي سواء من التصدير، والنهارده الدولة بتشتغل على تشجيع التصدير. شفنا إنه من أكتوبر 2019 وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة، مصر صرفت او وزاره الماليه صرفت 54 مليار جنيه مستحقات المصدرين، بتيجي ايضا من خلال الاستثمار الاجنبي، من خلال ضخ يعني عمله اجنبيه في شرايين الاقتصاد، من خلال المستثمر يجي ويعمل مشروع، بتيجي من خلال طبعا استثمارات المحفظه في البورصه طبعا. فده جانب العرض. جانب الطلب هو جانب الاستيراد اللي مصر النهارده برضه بتحاول تقلله عن طريق كذا حاجه، عن طريق اولا توطين مكونات الصناعه. شفنا المبادرات اللي بتقوم بها الدوله المصريه، وزاره الصناعه والتجاره برعايه السيد رئيس الجمهوريه، اهمها مثلا مبادره ابدا. يعني الرئيس اذا كان وضع لنا هدف ال 100 مليار دولار تصدير سنويا، فانا عايز انه ال 100 مليار دولار دول مش هكون سعيد لو مثلا 90 مليار منهم مكونات اجنبيه، انا كده ما عملتش طبعاً. حاجه، لا انا طبعاً. عايز ان انا ازود من المكون المحلي. صحيح. ويبقى النسبه الاقل يعني تبقى نعتمد على الاجنبي، لكن يبقى النسبه الاكبر للمكون المحلي، ده اكيد يعني. بالضبط. والاهم من كده ان لازم نبدا ان احنا يعني كمواطنين يبقى عندنا وعي باهميه انتهاج الاسلوب العلمي اللي هو الدوله المصريه النهارده بتعمله. صحيح. يعني الدوله المصريه عندها
من اول الدستور الماده 27 اللي بتتكلم على السمات الرئيسيه المفروض تكون موجوده في النظام الاقتصادي، وده لاول مره يعني دستور 2014 لاول مره الماده 27 يكون في ماده خاصه تتكلم على السمات الرئيسيه في الاقتصاد، ان لازم يكون في تنميه مستدامه، زياده في التشغيل، تقليل البطاله، دعم للفئات الاكثر احتياجا، يكون في رفع الحد الادنى للاجور الى ودي الخطوات مشيت عليها الدوله الحقيقه، يعني قرارات نعم. الحمايه الاجتماعيه كثيره يعني تم الحقيقه كمان العمل عليها بشكل كبير. الحقيقه تفاصيل كثيره جدا انا بشكر حضرتك عليها دكتور ايمن غنيم الخبير الاقتصادي والاستاذ بكليه اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه، اشكرك شكرا جزيلا.